السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيتها الطالبان أنا آسف على تأخر يعني جئت مبكرا لكن الخلل في التنظيم آنفا حتى نتأخر كثيرا لكن كما قال العلماء في أصوليون ما لا يدرك كله ولا يدرك جله بقي عندنا خمس دقائق لكن مع ذلك سنتناول المادة بإذن الله توقفنا سابقا عند التدريب الخامس الشاي إذا كان عندكم مشكلات أو مداخلة فالمجال المفتوح بإذن الله عندنا التدريب الخامس الشاي كثير بعيد المعطب شجرة طيب الجو معتدل علينا ماذا اقرأ الكلمات والنص هذا نقول نص هذه الكلمات اكتب الكلمات في الفراغات هذا نقول فراغات فراغ فراغ فراغات إلى آخره لكن لأن نحن ندرس عن طريق البعد عن بعد بطريق زوم لا يمكننا أن نكتب هذه المفردات وإنما سأقرأ عليكن المفردات سأضعها في مكان المناسب في هذا النص طيب الجو معتدل اليوم سأذهب الآن إلى البر يعني البر وأقضي وأنهي وأقضي فيه يعني في البر وقتا جميلا صديقي يعني زميلي بمعنى عمر يعني صديقه عمر سيحضر إلى البر أيضا سيحضر إلى البر أيضا تركت طيب نبحث تركت هنا كذا والمظلة إذن ماذا تركت ماذا لا يمكن شيء هو يترك ولا كثير ولا بعيد معطف يمكن شجرة لا يمكن إذن المناسب هنا المعطف تركت المعطفة والمظلة في البيت لا تمطر السماء هذه الأيام بمعنى أنه ترك المعطف والمظلة لأن السماء لا تمطر لا حاجة إليهما لا تمطر السماء لا تمطر السماء هذه الأيام البر عن يعني لا تمطر السماء هذه الأيام طيب البر بعيد لأن عن هنا بعيد عن بيتي سأذهب بالحافلة سأذهب بالحافلة وسيحضر صديقي عمر بالسيارة بسيارته أنا لاحظت أن المشاركات 17 عددكن كم تقريبا أكثر من 30 لكن الذي يعني الطالبة التي تشارك البرنامج الآن عندي 17 فقط 17 شخص ولا أعرف أين البقيات انتظرت الحافلة إلى الساعة 10 صباحا وبعد ساعة كنت في البر البر جميل والجو معتدل معتدل ليس بالبار ولا الحار ليس باردا ولا حارا انتظرت صديقي تحت أيس شجرة كبيرة هنا شجرة كبيرة بعد قليل أمطرت السماء هو لا يتوقع أن المطر سينزل لأن الجو جميل عليه طيب بعد قليل أمطرت السماء ماذا أفعل إلى أين أذهب أين مظلتي ومعطفي لأن هذا الرجل ترك مظلة ومعطف في البيت الماء ماذا هنا كثير الماء كثير جدا لماذا تركت معطفي ومظلتي في البيت طيب في هذا الوقت حضر صديقي عمر وكانت معه مظلة كبيرة انتظرنا تحت المظلة قليلا وذهبنا بسيارته إلى بيتي في بيتي شربنا ماذا شاي ها شاي
وبعد ساعة ذهب عمر إلى بيته. طيب نقف عند هنا، أنا آسف جدا على تأخري، لكن نحن حللنا يعني الفراغات هنا وأملينا بالكلمات المناسب لها، و بارتيسيبان يعني المشاركات هنا 17 ولا أعرف اسمها هنا. طيب يوجد عندنا من أجينا النساء فطرية أتا نيفا أطيرة ديندا فاطمة لا أنا نسيت يعني لا ثم النساء أتا أطيرة ديندا فاطمة حنية سلمة نورة نور هداية نور مصبة رهادة العيس عيسي رنتية ريسا صوفي حفيظة شاكرة ياسمين كريمة زلفة. يعني أين بقية؟ يعني ولا نريد يعني في المستقبل طالبة لا تشارك في البرنامج في البرنامج. طيب خلاص يعني هذا جميعا زلفة نورة ياسمين ريسا حنية ديندا نور مصبة صوفي ها أنيسة نور هداية أتيرة أتا شاكيرة هراد رانتيا أجينة فاطمة. طيب واضح يا طالبات، هل إذا كنا للمشكلات يلا واضح عند كنا لاني طيب واضحة نقف عند هنا. coba dibuka suaranya udah jelas atau belum. طيب واضح جميعا ها. طيب انا لا اسمع عنيفا صوت يعني خلاص. طيب نقف عند هنا ان شاء الله. يعني في البدايه انا قلت للقسم الاستاذ رزقه ان سيقوم استاذ امير الهادي الذي سيقوم مقامي في تدريس المحادثه، لكن في لوجود شيء ما اضطررت ان اكون مدرسا مره اخرى هنا. طيب نواصل إن شاء الله درسنا يا طالبات في لقائنا القادم في يوم الاثنين بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. buka wajahnya mana? Buka wajah. Amin. Masih terekam ini urusannya.